منك انت ذاتك دايرين قصه لمصدار ما بين الرحلات والمناطق وال يعني رحله طويله مشيتها في مصدار وكان عندها قصه وحكايه. ورينا الرحله وقول لنا المصدار. ايوه الرحله بالمناسبه زي ما اتكلمت لك عن الحداثه اللي احنا ذات واقعين فيها وعندي خالي الله يرحمه بمناسبه افتتاح ظله التحدي في شندي قام من شندي لحد ما جاء الخرطوم قال مصدار صغير رحله والمهم هو استاذي الله يرحمه وانا بقيت اساله كل ما مره الاقيه يا اخي المصدار الرحله قال لي يا زول جيب فلوس كابه واكتب الرحله وانت ترجعها بس المهم انا خفت من الزور جبت الفلوس كابه وكتبت الرحله بالرحله بتاعته وبدون ما اسافر انا خيالين كده قمت رجعت الرحله فخالي قام قال شربت الشاهي ساده وبلبن في شندي ودخلت السوق وقضيت كل غرض اللي عندي وجيت طالب المحطه ووصلت ندهت ود الهندي ووصلت البص وتذكري للحجز معني وفيه ركبت شماعه الظروف ده كان ادور وقام وودع شندي بيت وكان شمال ملكة جمال الناس وجدت مكانه وفرحت تقول ملكت الدنيا باركانها وكنت طلع الظلط بين البلد مينامية شافتني شعرت بشاعرة ميم دعامية انضمت بتملح حياتي بأخلاق سامية وإن سكتت بتطلب فيا نيران حامية قال نظرت لي بعين جدة سراحة صبري لدمت وإلا الكبدة زدت جراحة بدت الونسة عامل قلبي بكل صراحة قلت ليها الظلط قالت لي حد الراحة وقال قلت كلام كتير بقلبي مو بلساني وملكت شعوري بزوجك ملكت لساني وربنا من فضائل وجوده بخصاني وجابك لي شوفتك كيف وقال ثاني قالت لي اظنك انت ما كنت عارف وشندي طريقه بدري مع الطلاه ومصارف قال ما رديت كنت على الحديث بالضارف اللي بقلبي قلت لسيل غرامك جارف سنين الباض جديد خات القريف والقبه وسوم في الحدي قطع الفيافي معقبة ما تمهلت خلفتك راعي فوق الركبة وما صدقت لما جينا عند القبة وقفنا دقيقة وقال فوقنا يلا نسافر وقبض السكة بوع بضراع الوافر لا قام لا نظم لا شفنا ساهي عافر سواق عينا ومسلم عديل لمكافر وعاجبة حديث تماكل السكة بمشارة وصوت المكنة زي نظم المرة الفشارة وأشر وأشر المحطات بالتحية إشارة ويا الخرطوم تقول جات عنده جايزة بشارة ومنه نزلنا طالبين بقعة الفراس وفي حافلة ولقينا الكبري غير حراس عليه مهلتنا ما نبحصلين على سوسنا الشهداء منها والجماهير راس وفيها نزلنا جملة ومنها تفرقنا ونظيف هدومنا لا تكتحنا لا تعرقنا خليل قال لك انت مغربة وشرقنا وودحتك يلا يا البينارك اتحرق فأنا بعد ده قاعد عندي طبلية في المحطة الوسطى والزول طبعا أصر علي أرجع الرحلة وقلت له قول له عرمان خليل بكرة انقدمنا الحلة كالربعة في شيء ونيتي السفرة دايرة الحلة عليك كثرة مشاكل فوقي ما بتنحلة إلا أشوف صدود الضامرة من حلة ورجيت الفجر ودعيني جاء في النوم قصدي الحلة والجبلاب عليه وأقوم كان المولى هور وسهل الغيوم وادع أخواري لا ظالم ولا مظلوم وبيضلة التحدي السولين عمرنا بكرنا وين اللي شند العزيز سفرنا قطعنا التذاكر في القيام فكرنا وجو الحلة كل الماضي ذكرنا وبدت الرحلة من بحري وطلعنا يسالنا وين وين فريق البيه ومشغول بالنا سهر السجدة سجع القمار الحال نسيت وعرف بريدة ودي مراتي حالنا وقبض السكة باظنا وقدم الحلفاية يا مصعي اني عامل بنقع جوزايا انا وجمي سمحة وضو خديدة مراية يتونسنا ويتكيفنا تب للغاية قالت لي شندي بقت قريبة وسهلة قلت له صاح كلامك يا العيون الكاحلة رب العزة أضع صنعه فيها الجاهلة رق ضميري من تقل الردايف وأحلى قالت لي كان خالك خليل ودانا شعره رصين وبقصص الغرام حجانا اتفارقنا في الشهد وخطرنا برانا وسع انت بالصدفة الجميلة معانا فلا ما في عوج إن شاء الله تصل سلامة وداك الجيلي ظهرت لينا منه علامة البيزوقة تعجب سمحة نظرة وغامة الله يغفل الدنيا ويزيد أيامه الكباش مسح وما ظهر لنا باين كثير الخاف لنا القلب بقال ما يعاين كم الدنيا حالة والزمان الخاين ما سافرنا من شندي وسكننا مداين عين الرويانة بنصي وداش حد الصاجة جاب ردح الغزال اللت كلاب وعجاجة الآس الخديدة وكالذهب والجاجة عز جماله صاحب الصر وميمة بتاجة وهجم المية قصده يحصل القبال بعد السف سجل ويندرج بيشاله ما دام الوقت باكرية ما حراله 8:30 بخش شندي بريح باله وخطف القبة بجنيح البطيرة من فرق وقابض السكة عايم بالغفار والبر
على المردوم قفاهم من وسط بنزر جابنا طحيوه قبال النهار ما حر وحصل شندي ويدلينا منه طرابه نمشي نعدي ما بنبيت العذابه مع الفقيله فايقه ورايقه عاد شبابه قلبي عد قلبي معاها عدي قاسته والسلابه ركبنا التاكسي دارين البحر والقطعه وداري شوفة الخداد وصادعات سطعها هو العقرب غرام مضوقان اللطعه صبح قلبي راتع في الخيالات ردعه وبعد ما قطعنا بينين وركبنا الباص اصبح هم شوف حظ الصيف الممتاز النغمات حاوي وجامع كل الزاز ضامر صيد وكافي الخيل وجيد وقزاز خشابنا السيال جاري ولساكته الدوي ويات من كان مسطح فينا ماسي قوي خلاه لست الظراف منوي عارف جري حدامي وفي الضمير متكوي وشف فوق الجوير جايب رشيش الفر ويعجب بوري وتسمع القزاز ويصر مع الخطوات زي مرة السحاب ما بترقصدي معاه وقعد الليل كل السن وبنو راب طلعوا فرحنا فرحة شديدة عشان ما قريبنا لبلد السماح والريدة العجباني بلوجن المحل خديدة ردفها خيل وعودة عديل وعنقها صيدة خرم بالمغاوير بحبيدة نصب وجاب ردح الكتاب والبنقع من خم الخلاني غير ما غني ما ليها معارف الدنيا زايدة وسطه ما بتكلم محل الطيبة والعقابة جاهل سوى تقول هي ضمن عمات بالبطاين خوى مع العجك المذلح في النخل ما تقوى عسى الليلة فهمني دايما نقعد سوى الجبلات ظهر ليل ونسايم وشمن وحسيت ببلا بالقلب ناحن ونمن النظرات جرحا في الضمائر ودمن عنده سنة وبيات القصيدة انتمن وبعد ما ارتحنا وتغدينا رقنا شوية قمنا على السلام لأهلنا بالعاصرية ناسا كلهم طيبة وشعوب حية جبل أبدار جعل في النسبة عباسية وبكرة صبحنا في سوق الخميس بيكفافنا ويسالمنا وينبسط الخليل من شافنا والبناقة ما بيفوتوا ياهو قافنا وعمنا بل ما أظن عند بيع خلافنا هذين الجزازير وآخر القصيدة القالة والضحوية على حسن المتابعة ليكم ألف تحية والصلاة والسلام للمرضى على السعدية تحوم فوق قبره لا يوم القيامة هدية وتحوم فوق قبره لا يوم القيامة يا سلام يا وضحوية يا أخي والله نحن مشينا وجينا معاك نعم والله الرحلة قضيناها معاك من ما تحركتها من الجبل لحد ما جيت المدينة ورجعت منها تاني